انا دوري اكتر ان انا احاول ان انا انسق ما بين الجروب بحيث ان احنا نطلع باوتبوت يفيدنا ونقدر نلينك ما بين الديجيتال والفود اند باكج. دكتور عبد الوهاب ومايك محمد. لما نيجي نشوف الاقتصاديات في العالم ماشيه ازاي، حجم الاقتصاد العالمي النهارده وصل حوالي 100 تريليون دولار. حجم ضخم جدا. الجزء منه الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي هو عالم الاقتصاد الرقمي بيمثل حوالي 25%، يعني 25 تريليون دولار. يعني قد الناتج المحلي الاجمالي ل 22 دولة عربية بما فيها شركات البترول، يعني دول الخليج البترولية 8 مرات. إذا النهاردة إحنا بنتكلم عالم رقمي. المواطن كمان بقى المواطن رقمي. ليه؟ لأن عدد سكان العالم 7.9 بيستعملوا 9 مليار موبايل. 5 مليار منهم مشتركين في الانترنت و 4.5 مليار مشترك في وسائل التواصل الاجتماعي. اذا العالم رقمي. احنا في مصر عددنا 105 مليون بنستعمل 99 مليون موبايل، 75 مليون مشتركين في الانترنت، حوالي اكثر من 55 مشتركين في التواصل الاجتماعي. اذا العالم بقى عالم رقمي. كان عندي امبارح حلقه مع قناه روسيا اليوم، كنا بنتكلم على شركه ايلون ماسك اللي هتتزرع في مخ الانسان، وخلاص بدات التجارب بتاعتها، وانا كان عندي برنامج من 3 سنين فيها. شويه صغيره هيتحط شريحه في مخ الانسان هتحسن صحته لما يكبر، هتعالج له بعض الامراض، هتخليه يخزن ذكرياته وهو صغير على كمبيوتر، هتخليه لو حصل له حاجه ممكن مخه يتصل بالدكتور بتاعه او اي حد تاني يسعفه. النهارده احنا بنتكلم في ايه؟ العالم بيجري بسرعه جدا. يعني النهارده لما نيجي نمسك الحكام الجدد للعالم ما بقوش رؤساء الدول. اكبر 5 شركات في العالم مدراء التنفيذيين بتاعتهم بيتحكموا في 7.5 تريليون دولار، يعني اكتر من ميزانيات دول. بقى السي او مدير التنفيذي الشركة، لما نيجي نمسك ايام الرئيس الامريكي ترامب لما كان في الحكم، مدير التنفيذي بتاع تويتر وقف حساب رئيس الجمهورية في امريكا. ده معناه ايه؟ مين القوي فيهم؟ تكنولوجيا فرضت سيطرتها على العالم. طيب لما نيجي نتكلم على اكبر 10 شركات في العالم قيمتهم السوقية 11 تريليون دولار. إذا النهاردة إحنا عايزين بقى الناس اللي بتشتغل في ريادة الأعمال، مشروعات الصغيرة والمتوسطة، تبص على المشروعات اللي فيها جزء تكنولوجي. صحيح كل حاجة مطلوبة في الصناعات، لكن الجزء ده هو اللي بينطقك وينططك قفزات سريعة. عندنا الشاب المصري مصطفى زعرفينه بتاع شركة سويل، عنده 24 سنة، اتخرج من كلية الهندسة، عمل الشركة نقل جماعي، راح يسجلها في البورصة المصرية، قالوا له لا بعيدا انت لسه صغير واجراءات روتينية. راح سجلها في دبي، دبي سجلتها في ناسداك في امريكا ب1.5 مليار دولار. زين احنا عايزين ايه؟ عايزين احلامنا تكون فيها لمسة تكنولوجية. ليه؟ لان اللمسات التكنولوجية هي اللي فيها قفزات سريعة. يعني انا بحكم عشت بره 40 سنه اتكرمت من ملوك ورؤساء كتيره، لكن اهم تكريم في حياتي كان من بيل جيتس من 14 سنه. هذا الشاب اللي كان لسه في الجامعه وكان ملياردير ولا يملك حاجه عن ابوه. اذا جناح التنميه في العالم كله هم التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي. لما ادخل على الصناعه بتاعتنا عشان العشر دقايق ما تخلصش، حجم الصناعة في الأغذية والمشروبات في العالم حوالي 6 تريليون دولار، يعني 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. نسبة الزيادة فيها على الأقل 10%. بما أننا كمان داخلين الفترة اللي جاية على الاقتصاد الأخضر، هتزيد الأسعار، هتزيد منتجات جديدة، متوقع خلال 2-3 سنين هتوصل ل 9 تريليون دولار.
إذن دي صناعة ضخمة جدا. الكيكة بتاعتها في مصر صغيرة. رجال الأعمال عندنا استثماراتهم كلها فين؟ في التطوير العقاري اللي هم بيكسبش حاجة، أو لو بيكسب حاجة بسيطة قوي. تخيلوا واحد زي الشاب اللي عمل مثلا أبليكيشن أوبر كسب مليارات، هي في النهاية إيه؟ أبليكيشن. بالنسبة لقطاع الأغذية والمشروبات في مصر حجمه على حسب ما هو مقدر بحوالي 500 مليار دولار، برضه مبلغ كويس. بيشغل بشكل مباشر وغير مباشر حوالي 7 مليون، حلو قوي. بيصدر بحوالي 4.2 مليار، ممتاز. عندنا حوالي 18 ألف منشأة صناعية، كويس. بس زي ما بقول احنا عايزين أكتر. احنا مازلنا، لأن في أزمات في العالم وتحديات ظهرت مع أزمة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية، سلاسل الإمداد والتمويل لما حصل فيها تباطؤ أثرت على الدنيا كلها. الشرائح الإلكترونية اللي بتصنع في 5-6 دول في العالم كلهم فيها نقص شديد، فكل المنتجات اللي فيها جزء إلكتروني بدأ أسعارها ترتفع وبدأ يبقى فيها قلة في الإنتاج. يعني احنا لما نيجي نقول النهارده 5 مليار شخص متوصلين بالانترنت كافراد، المنظمه اللي بتطلع عناوين الاي بي ادريس اسمها الاي كام طلعت السنه اللي فاتت 31 مليار عنوان للانترنت. طب البشر اللي هو احنا بنستخدم 5، امال ال 26 مليار دول بيستخدموا في ايه؟ في الاقمار الصناعيه والمدن الذكيه والاجهزه الذكيه واجهزه التجسس وغيرها. السنه اللي بعد الجايه هيبقوا 75 مليار اي بي ادريس. طب ده معناها ايه؟ ان كل اله، كل منتج، كل حاجه صغيره هيبقى فيها اي بي ادريس. يعني كل انا ركبت عربيه من 4 سنين بره ماشيه بدون سائق، لان فيها عنوان، فيها شريحه متوصله بالانترنت، ما بتخليهاش تصطدم باللي قدامها واللي بعديها. طب طرق النقل الذكي كلها كده. طب المصانع بقى الجديده كلها هتبقى كده. يعني ان كل اله ليها اي بي ادريس، المهندس وهو في بيته او في اي حته بعيده لو الاله عطلت هيقدر يتواصل معاها ويقدر هل في مواد انتاج ناقصاها في عطل معين وهكذا. احنا كبشر الثلاجات والغسالات والاجهزه التكييف وكله هيبقى ليها اي بي ادريس. يعني المراه العامله قبل ما ترجع بيتها هتكلم الثلاجه، انت عايزه ايه؟ هاتي معاكي حليب وبيض. الكلام ده بقى موجود بره وهيبقى موجود عندنا. احنا بنصنع الثلاجه، ناقص لنا ايه؟ الشيب الصغيره اللي هتحط فيها وتتوصل بالانترنت. تقدر الثلاجه لو عايزه حاجه هتبعت لاقرب سوبر ماركت عندها يبعت معايا. يا جماعه احنا داخلين في عالم رقمي 100%. اذا انا بس نصيحتي للناس اللي عايزه تشتغل ايا كان الشغل بتاعها، لازم يكون في جزء تكنولوجي، لا اما في التسويق، لا اما في التصنيع، لا اما في التوزيع، لا اما في كل حاجه. لكن ده احنا داخلين النهارده في عالم الميتافيرس، العالم الثلاثي الابعاد. انا عندي برنامج، يعني عندي برامج تلفزيونيه كتيره بره وجوه. سنه 1998 كان عندي برنامج في البي بي سي وانا في انجلترا، كنت بقول هيجي الوقت ان لما نكلم بعض هنشوف بعض في التليفون. فتاني يوم اتهاجمت في الجرايد من 24 سنه. قالوا يعني اللي قاعد في البيت بلبس البيت وانت بتكلمني هتشوفني؟ النهارده بقى خلاص خلاص، يعني النهارده مع السوشيال ميديا انت بتكلم اي حد وتشوفه. طب الجديد بقى كورونا كنا فوق رسم وتحت الجيم. ده لو انت عامل حسابك ان حد يتصل بيه لجالك مكالمه سريعه وانت نايم مش هتلحق. لكن اللي انا اقصده في عالم الميتافيرس اللي هو دمجنا فيه الفيرتشوال رياليتي والاوجمنتد رياليتي، انا عندي برنامج لما اكلم حد وهيبقى موجود في التليفونات بعد فتره، انت بتكلم اخوك في امريكا، هتشوفه مجسم قدامك، مش هتشوفه بقى على شاشه الموبايل مسطح ولا واقف، هتشوفه واقف قدامه بنفس لبسه، هتكلمه وتحكي معاه، مجرد ما خلصت المكالمه هتتبخر الداتا. طب هذا الكلام هيفيدنا في ايه؟ كل مجالات التصنيع ايا كانت. النهارده كل الميتنج بقت فيرتشوال، ما بقاش زي زمان. يعني الشركات المالتي ناشونال اللي مدراءها في اكتر من دوله واكتر من قاره بيسافروا عشان يتقابلوا يعملوا ميتنج، كل واحد قاعد في مكانه ويحصل الميتنج
وهم قاعدين، بس مش قاعدين شايفين بعضهم في التليفونات، كأنهم قاعدين على نفس الطاولة وشايفين نفسهم مجتمعين. شركة إحدى شركات الميتافيرس بتبيع شقق على النيل في مصر في العالم كله. دولة البربادوس فتحت سفارة ليها على الميتافيرس. واحد يقول لي ايه يعني فتحت سفارة؟ على الأقل 3-4 مليار بيشوفوها. حكومة دبي وزارة الصحة فتحت خدمة عملاء على الميتافيرس، العالم التخيلي. إذا يا جماعة أي صناعة ما فيهاش المكون الرئيسي تكنولوجيا في جميع مراحلها، لو ما دخلش من دلوقتي هيبقى بره التاريخ. طيب البداية يعني أنا دلوقتي لو ستارت اب بزنس وفي مجال الفود اند بيفرج والتكنولوجيا مش رخيصة وبتكوست، هل أبدأ بقطاعات المبيعات ولا قطاعات التسويق ولا أبدأ بالفيندرز اللي يقولي ولا أعمل التكنولوجيا دي ولا أشتغل مع حد من برا؟ الستيب انا ساكن في مدينتي، عندنا واحده روسيه في فيلا جنبنا بتبيع تورتات لمدينتي كلها والشروق والتجمع الخامس كله، عليها طلب. ما بتعملش حاجه الا في البيت، بتعمل خدمات بس، عامله ويب سايت ممتاز جدا، كل الناس بتطلب وتيجي العربيات تقف تاخد وتمشي، وهي بدات تجيب من دلوقتي عربيات يعني، او بتأجر عربيات او متفق مع شركات بتؤدي. انا شايف التسويق عادة بقى اهم من الانتاج. ممكن يكون عندك منتج حلو قوي مش هتسوقه، وممكن يكون عندك منتج نص نص وتسويق 100% هتسوقه، لكن لازم يكون كله بارلل. عندك منتج حلو، عندك يعني فريق تسويق حلو، افكار جديدة في التسويق، المبيعات اللي عبر شبكات الاي كوميرس بشكل عام او حتى التواصل الاجتماعي بقت ضخمه جدا. حجم التجاره الالكترونيه في العالم قرب من 26 تريليون دولار.